مبادرات كثيرة ومساهمات عدة لكثير من الجهات والأفراد كان لها الدور في تسارع نمو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة، ولكن القليل منها استطاع تجاوز المصاعب وسد الفجوة ما بين تقنية المعلومات وبين مستخدميها في البيع والشراء عبر الإنترنت. ومن تلك المواقع الناجحة في المملكة موقع سوق.com الذي استطاع وفي فترة قياسية من استقطاب عدد كبير من مستخدمي الشبكة في المملكة للبيع والشراء عبر بوابة التسوق الإلكترونية. يعتبر موقع سوق.com أحد المشاريع المميزة التي تم إنجازها مؤخرا في المملكة العربية السعودية، حيث بدأنا المشروع في أواخر العام الماضي 2007، ولله الحمد خلال هذه الفترة أصبح لدينا عشرات الآلاف من المستخدمين وعشرات الآلاف من السلع المعروضة على الموقع، كما أن حجم التداول كبير جدا بين البائعين والمشترين. ونتأمل الشركة بوجود هذه المنظومة المتكاملة من التجارة الإلكترونية أن يحظى المستخدم في المملكة العربية السعودية بفرصة مميزة للتجارة الإلكترونية. ولإنجاح عملية التسوق عبر الشبكة لابد من وجود الرقابة الكافية والرصد المستمر لسير العمل ومتابعة المستخدمين الباعة منهم والمشترين للتأكد من صلاحية السلع وقانونيتها ومصداقية التعاملات التي تتم بين كافة الأطراف. نحن هنا في مركز العناية بالمستخدمين يقوم فريق العمل بمتابعة كافة العمليات التي تتم على موقع سوق.com، ويتم رصد كافة السلع التي تعرض من قبل الباعة، وأيضا نقوم بالتنسيق والإشراف على عمليات الشحن، ونقوم بالتواصل مع المستخدمين لمساعدتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. ولإتمام عملية الشراء لابد من شحنها واستلامها بفترة قصيرة وتكلفة زهيدة، وهنا لابد من وجود فريق عمل محترف لمتابعة كافة الأطراف المشتركة في تلك الصفقة. نحن هنا في سوق.com نقوم بالتنسيق بين البائع والمشتري وشركة الشحن لضمان توصيل الشحنات في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تقديم خدمة الشحن المجانية للمستخدمين، تشجيع مستخدمين الإنترنت في المملكة العربية السعودية لاستخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية. وهنا يأتي دور المستخدم في المملكة للاستفادة من خدمات تلك المواقع التي استطاعت تغيير مفهوم البيع والشراء لدى الأفراد والانتقال من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية.